كنت كنشجع راسي كنقوي راسي وتنقول منى هذه ماشي نهايه العالم. سرطان بزاف ديال الناس صابوا به، بزاف ديال العيالات براو منه، خصني نفسيا نعاون راسي باش يمكن ليا ندوز من هذه المرحله لانها ما غاديش تدوم وغادي نرجع كيف ما كنت قبل. سرطان عندي معاه قصه كبيره، يعني لانه جاني في 2011 وكان كنت ديك ساعه انا حامله بولادي التوام، كان واحد التخوف كبير شنو هو السرطان منين تيجي، خصوصا اني ما تنعرف لي والو. الطبيب ديالي طمني بزاف وقال لي بما اننا اكتشفناه بكري راه حنا ما كاينش مجال للخوف بزاف، راه جيتي في الوقت المناسب باش تبداي العلاج. في اللحظه اللي الطبيب علمني بانني عندي سرطان كان راجلي معايا، ساندني بزاف. في الاول انا ما قدرتش نقولها لماما لاني خفت عليها، درت مع خواتاتي شجعوني عاونوني، ما حسيتش ديك النظره ديال مسكينه بقات فينا اللي هي خايبه بزاف بالنسبه للانسان مريض بالسرطان. كنت نهار كيكون عندي الحصه ديال الشيميو وباقي نعقل السبت الصباح كيجيو عندي لصحاباتي، كنخرج كندورو كنمشيو للريستورون كندور داك النهار. دائما كل سبت كتكون عندي الحصه نفس البرنامج اللي كنت كندير باش ما تنحش بانني مريضه. التريتمون كان صعيب لدرجه انك بعض المرات كتعيا وكتقول صافي غنحبس ما غنكملش، كان نبكي بوحدي. ومن بعد كنوض كنقول هذه راه ماشي نهايه العالم، غنصبر شي شويه وغادي نكمل لان الحياه كتستاهل. الرحله ديالتي مع مرض سرطان التدي خرجت مني واحد شخصيه جديده، شخصيه اكثر قوه واكثر ايجابيه اللي كتجعلني انني نواجه الامور وما نخافش من المستقبل، لان المستقبل بيدينا نرجعوه اكثر ايجابيه.